مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اونلاين. انا حسام حداد بكون معاكم في مواعيد رمضان 7 ايام في الاسبوع، منهم 5 ايام هوا او 4 ايام هوا من الساعه 2 للساعه 3 بشكل جديد اونلاين على اكسترا نيوز. خلينا نبتدي الموضوع على طول، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا في ايام رمضان بنكون مركزين اكتر على المواضيع اللي بتخش رمضان، العزومات، صلاه التراويح، الابتهالات، التقارب العائلي، الزيارات اللي ما بين الناس وبعض، فوانيس رمضان. خلينا يعني نتكلم اكتر في الشهر ده على الحاجات اللي تخص الشهر ده، زي ما قلنا المره اللي فاتت او امبارح هو عيد 30 يوم عيد. كتير بقى من الناس اللي بيزوروا مصر وتحديدا اخواتنا العرب لما بيزوروا مصر في رمضان بيقولوا رمضان في مصر مختلف، رمضان في مصر غير، لان في مصر رمضان ليه مظاهر كتير متشابهه مع كل الدول العربيه والاسلاميه، لكن في مصر لسبب معروف هو الموروث الثقافي، البني ادمين مختلفين وليهم عيشه وطريقه مختلفه مع المظاهر دي بتبان في عزومات رمضان. مع قرب رمضان وبدايه اول يوم في رمضان وتاني يوم الناس بتبدا تدور على بعض، الاسره، الصحاب، زمايل الشغل بيبداوا يرتبوا عزومات رمضان ويتفقوا على التليفون، احنا لازم نفطر مع بعض، احنا لازم نتقابل على السحور. بس في الغالب محدش بيتقابل لان الناس كلها مشغوله في اشغالها ويقول لك انا هشوفك الاسبوع الجاي، والاسبوع اللي جاي يجيب الاسبوع اللي بعده. لكن نتمنى العاده اللي احنا عمالين نتريق عليها على السوشيال ميديا دي تتغير والناس فعلا تقابل بعض في رمضان اكتر في الفطار والسحور، والفتره ما بين الفطار والسحور بقى يروحوا الخيام الرمضانيه، واللي بيشرب قهوه واللي عايز يروح يشرب المشروبات الرمضانيه وما الى ذلك من مشروبات في الخيام الرمضانيه، يعني واللي بيشرب شيشه يبطلها، الدخان وحش للصدر يعني. ما علينا، اللي بتبدأ في أول رمضان طبعا العزومات. شفنا كتير على السوشيال ميديا في أول يوم رمضان امبارح والنهاردة كمان من الصبح الناس بتحتفل بعزومات رمضان، والناس كان اهتمامها واضح قوي. من الناس اللي اتكلمت عن حالة رمضان في مصر كان أحمد حجازي اللي قال هي دي فرحة رمضان، طول عمري بشوف الشوارع منورة زينة وناس جميلة وعزومات وتراويح وصوت محمد رفعت وقت المغرب وقعدة مع أصحابك، ما كانش بيفرق معايا التلفزيون قوي، على حاجة كانت اللمة، وكنت أقعد في بلكونة أهلي قبل المغرب بربع ساعة ما فيش حد في الشارع وشام ريحة الطبيخ أيام ما كنت بشم. ده كان أحمد حجازي. بوست تاني اتكلم عن نفس الموضوع وقال إن أكاونت باسم أمنية قالت إنها مستنية رمضان عشان عزومة أول يوم رمضان ولمت العيلة كلها سوا على الفطار في بيت جده، وعشان نزين الشارع بتاعنا ونعلق فانوس رمضان، وعشان نتنافس مع بعض مين هيختم القرآن أكتر أعداد من الآخر، وعشان المسحرات وصلاة التراويح وكمية البهجة والراحة النفسية اللي بتكون في الشهر ده أمنية هندام. أما عن العزومات بقى فأكاونت باسم ندوش دان أندرسكور داش قال أو قالت أنا متفقة على عزومات في رمضان أكتر من أيام رمضان نفسه. عايزين نشوف بقى في آخر رمضان هي راحت كام عزومة من دول وتقلت كام يوم على الفطار وما قدرتش تنزل السحور. برضو منا مدحت وكست بيت قالت على تويتر شايلة هم أول أسبوع عزومات في رمضان، الستات بصراحة بتتعب جدا، أو الناس اللي بتطبخ بقى سواء كانوا ستات أو رجالة في رمضان بيتعبوا جدا، لأن أنت قاعد طول اليوم صايم ومطلوب منك إن أنت تعمل سفرة تشبعك، يعني تملى عينك قبل ما تملى بطنك، فالناس اللي بتطبخ يعني اللي بتقف في المطبخ ليهم يعني الجنة. كمان أكاونت باسم باولا كتب تويتا بيقترح فكرة لتخفيض تكاليف العزومات في رمضان، وقالت بقترح في عزومات رمضان إن كل عيلة معزومة تعمل طبق أو صنف، يعني منها صاحبة البيت ما تموتش من كتر التعب والأصناف، وثانيا المصاريف في العزومة تبقى متقسمة على كل المعزومين. كمان والأهم هو القصد من العزومة اللمة وفرحة رمضان بالعشة الحلوة وليس بأصناف كثيرة في الآخر بتترمي. فكرة لطيفة جدا جدا، ويعني تهيألي ليها مجال انها تتعمل، وفي ناس الشباب اكتر بيعملوا حاجه شبه دي اللي هي الديش بارتي، تعالوا نخرج نروح مكان وكل واحد يجيب صنف، او نتجمع في بيت حد وكل واحد يجيب صنف. فكره لطيفه جدا جدا ونتمنى ان احنا نحافظ عليها، لان بتهيألي كتير في رمضان كمان من الاسر بترمي الاكل في اخر اليوم ما تستخدموش، لان خلاص في صيام والاكل بيترمي، والاكل الناس عاده ما بتحبش تاكل اكل بايت في رمضان ناس كتير، ففي ناس بترمي اكل وفي ناس بتعمل على قدها وفي ناس بيبقى عندها العزومات، فنراعي يعني الموضوع ده. بتهيألي فكرة لطيفة جدا وليها مجال كبير من التسويق وليها مجال أكتر إنها تتنفذ. خدوا بالكم كمان إن كل التويتات والبوستات اللي عرضناها على حضراتكم كانت لستات أو لبنات،
فهتلاقيهم شايفين العزومات من ناحية الطبخ والوقت والمجهود والتكلفة. أما بقى الشباب فهتلاقيهم بيتكلموا من منطق تاني خالص، اللي هو يلا بينا، يلا نتجمع يا جماعة، يلا ننزل، يلا نروح نسهر في مكان عشان نتسحر. زي محمود مثلا قال: يا بخت اللي متجوز قريب أو خاطب، هيقضي شهر رمضان كله عند حماته عزومات، وهيجيب معايا ميش وهو رايح وهدايا. ما تفتكرش الموضوع سهل كده يعني، اسال اصحابك الخاطبين والمتجوزين. انا سالتهم قبل ما اطلع هوا، كلهم بيقولوا ان عندهم نفس المشكله، هدايا بقى، وتيجي العيد تجيب كحك لحماك وحماتك. يعني الموضوع ما فيش حاجه ببلاش يا ابني في الزمان ده، كل حاجه قصادها حاجه. كمان خالد قال: عرض خاص في رمضان، اللي هيعزمني مرتين على الفطار هاجي الثالثه من غير عزومه. ده خالد او خلو. اما الفلوجر محمود السيد علي فعمل فيديو على فيسبوك بيسال الناس هنعمل ايه في عزومات رمضان. تعالوا نشوف قال ايه. عزومات، مع ان دي اكتر حاجه بتقلقني في رمضان، اروح العزومه من دول دم يتحرق وما اقعدش براحتي وارجع. انا راجل يا جماعه، بحب اقعد على الارض واجيب العدليه الكبيره دي عارفينها، وهرم بقى فيها الرز واحط عليه الملوخيه صليته على النبي، واحط الخضار وبعد كده اللحمه، وابتدي اقلب كله في بعضه واعمل مونه براحتي. لكن في العزومات لا، مش ببقى براحتي، بفضل قاعد مكسوف وحاطط وشي في الارض وضمم رجلي وعامل زي البيت اللي جايين يقروا فتحتها. الحاجه الوحيده اللي بتواصل معاها هو الطبق الفاضي اللي بيكون قدامي، افضل اجيبه يمين واجيبه شمال واعدله كده لحد ما هو شخصيا يزهق مني. في لحظات ما قبل الغرف دي عارفينها، اللي هي قبل ما ادفع الافطار، حتى لو حد من قرايبنا عدى من ورايا وطبطب عليا عشان يكسر حاجز الخوف اللي جوايا ده، انا النهارده مفيش بهاب او مفيش كسوف، الاكل ده لازم يتنسف، انا بقول لك اهو، ويبتدي يحط قدامي شوكه وسكينه وفوطه. حضرتك كده وترتني اكتر، اكنك وزعت ورقه الاسئله عليا. ده بدل ما تقلع كده وتقعد معانا بالحمالات وتشجعنا وتكسر الرهبه اللي جوانا دي، وتبتدي تفسخ وتحط لكل واحد اسمه كده، تحط لي شوكه وسكينه. طب نزل الاكل، التوتر يزيد، نبتدي نبص لبعضينا كده، كل واحد يبص للتاني نظرات مريبة، ونشرب شوربة وكل واحد مستني التاني ياخد الخطوة الأولى. وعلى فكرة لو محدش خد الخطوة الأولى هنفضل كده قاعدين لحد 20-36 بنشرب شوربة ونبص لبعضينا البصات المريبة، أكننا في فيلم الطيب والشرس والتنين. طب أبتدي أنا؟ أبتدي أمد إيدي على أول أربع حتت لحمة، ألاقي الحاجة بتبرق لي. طب إيه مالها اللحمة؟ يعني متوصله بطرف ارضي بتكهرب بتبرق لي ليه يا امي؟ طب امد ايدي على الفرخه اللي هناك دي الاقيها برضو بتبرق لي. الاكل فيه سم، طب قولي لي لو عندك معلومه يا امي قولي لي، يعني انا مش عارف عملت ايه غلط. كمان بدات على السوشيال ميديا تنتشر فيديوهات لتوزيع المشروبات على الناس اللي صايمه اللي مسافره اللي على الطرق، فيديوهات جديده وقديمه والناس بتحتفل بيها، وكان في تريقه كتير قوي على الموضوع ده، خصوصا الناس اللي بتجيب عصاير وبتجيب تمر وبتجيب سوبيا او تجيب بلح او التمر على حسب ما بتحب تسميه، وتبقى انت معدي في الشارع سايق مثلا عايز ترجع بيتك بسرعه، وتلاقي واحد راح موقفك واقف قدام العربيه على الدائري مثلا او على المحور او شارع جامعه الدول او في صلاح سالم، واقف قدامك وهو يا هتاخد منه يا هيدوسك، يا هتدوسه او هو هيدوسك بقى هيطلع فوق سقف العربيه، انت لازم تقف تاخد منه. وانت عايز ترجع البيت مثلا، انت في الشارع اللي بعده هتخش يمين توصل بيتك تركن تطلع تفطر مع اهلك، او مثلا تبقى انت ماشي وفاتح ازاز العربيه، الجو حر اليومين دول ففاتح ازاز العربيه عايز تشم هوا بقى من بره وبتاع، تلاقي واحد راح حادف التمره في وشك زي كده الكروت بتاعت المحلات اللي بتترمي في وشك. ف يعني نساعد بعض، انت بتعمل خير وانا كمان عايز الحق افطر مع اهلي، يعني لو انا عايز حاجه هقف، مش عايز احرق لكم الكلام، لسه في بوست كتير على الموضوع ده، في ناس كتير اتكلمت على المبادرات اللي بيقوم عليها شباب كل منطقه بجهود فرديه وبشكل تطوعي، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. اول فيديو معانا اتصور من عند اشاره مرور الخلفاوي، خلينا نشوف الفيديو.
وده مش بيحصل في مصر بس، ده بيحصل كمان في دول عربية كتير. في الأردن مثلا صفحة رابطة شباب الديرة نشرت صورة لمجموعة من الشباب وهم بيستعدوا لتوزيع مشروبات على صائمين على الطريق. خلينا نشوف الفيديو ونرجع مرة تانية. دي صورة ليهم وهم بيستعدوا للتوزيع الماء والتمر والمشروبات على الصائمين. أما صفحة رحلات مصر نشرت صورة وعلقت عليها وقالت توزيع العصائر على الصائمين وقت الأذان. دي رحلات مصر السياحية بيج. بس أحيانا بيقوم على الموضوع ده شباب صغير ومتحمس جدا زي ما قلت لحضراتكم، لدرجة إنه بيبقى مش عايز ولا عربية تعدي. هاخد ثوابك يعني هاخد ثوابك، العربية اللي بتعدي دي ما تتحسبش إلا لما صاحبها ياخد تمر أو مشروب أو يفطر بيه، وده أحيانا بيسبب خطر على الكل خصوصا إذا كان الطريق سريع. وده الموضوع اللي اتكلم عنه شريف أسعد على فيسبوك وقال: عزيزي موزع التمر، بنية إفطار صائم في لحظات ما قبل المغرب بلحظات. مفروض البوست يكون معانا دلوقتي. تحية طيبة ومرسل لسيادتكم بعض الملاحظات. لاحظت أثناء الأعوام القليلة السابقة لأخذها في الاعتبار أثناء محاولة أخذ الثواب هذا العام. 1- قطف بلحة أو كيس بلح من خلال نافذة السيارة أثناء سيرها بسرعة 80 كيلومتر في الساعة هو نفس تأثير الرصاصة في نني العين. بكل تأكيد سوف تأخذ ثواب التوزيع لكنك ستعيش للأبد بذنب خزق عين والتسبب في عاهة مستديمة. 2- توزيع التمور والمياه بيكون بالتراضي، موضوع مش هتعدي غير لما تاخد بلحة أو لما تشرب، ده مش محبب للنفس في رمضان، وبعدين بيقلل من ثواب الموزع وبيفطر اللي بياخد منك من كتر الشتيمة. مفهوم طبعا ان ده بيتم في نطاق الكرم الزائد الطائي نسبة الى حاتم الطائي. طبعا بيكون في نبرة تهديد بتغير كتير من مفهوم الكرم والجودة. معلش لو رفض شوف غيره، العربيات كتير ورزق واسع وهو الموضوع العمل بالنيات يعني، ربك رب قلوب. 3- مكانك على الرصيف مش على كبوت العربية وعلى البربريز بتاعها او البربريز، ممسكا بالتمور والعصائر وكل حاجة حابب تمسكها مع ابتسامة. فكرتك الخلابة عن قطع الطريق السريع على عربيات ماشية على 120 والوقوف في وشهم بتحدي لإجبارهم على الوقوف عشان تديهم بلحة، إحساس لطيف منك، ممكن يسبب كوارث وممكن يقتلك أنت شخصيا. وسنوافيكم بما يستجد من أعمال إضافتها للملاحظات حول العادات الرمضانية المتطورة، وتقبلوا خالص التمر وفائق القطائف، اشرب لغزك خد البلحة دي في عينك، دي الهاشتاجات اللي اختارها، اشرب لغزك خد البلحة دي في عينك، بالذوق وبالأدب فطروهم هتفطر ولا تتشاهد على روحك. طبعا يعني الموضوع لطيف واحنا كلنا بناخده بتهريج يعني، اكيد اكيد بنهرج وبنهزر عشان الكلام ده ما يزعلش حد يقول يعني احنا بنعمل ثواب والناس بتتريق علينا. لا احنا بنقول كلام في الحقيقة بيحصل، بس احنا بناخدها من منحى التهريج عشان نروح على نفسنا كده واحنا صايمين. بس ان جيت للحق انت بتعمل ثواب كبير جدا جدا، وربك رب نوايا زي ما بنقول، قلبك هو اللي ربنا عارف اللي جواه، عارف انت بتعمل الخير ده. بس وانت بتعمل ده لازم تراعي حاجات تانية، ممكن يكون في مريض في العربية مثلا مستعجل، لو هو شايفك من اول الطريق قدامه ازاز العربية ضخم فشايف الناس بتوزع وبيبقى في عربيات واقفه على جنبه، هو عارف ان وقت الاذان في اي ناصيه هتلاقي واحد بيوزع، فهو لو عايز يجيلك هيركن ويطلب منك ده بالذوق، او هيركن ولو اتكسف يطلب منك انت هتشوفه فهتروح له. لكن ان انت توقف العربيه في طرق سريعه زي الدائري مثلا في القاهره، او توقفها في شارع جامعه الدول او على صلاح سالم او في كل الطرق اللي ممكن تكون مفتوحه، وخصوصا ان وقت الفطار بتبقى يعني الناس بيقولوا ده اخطر وقت في القاهرة، لأن الناس بتبقى بتجري بعربياتها عايزة تلحق تفطر مع أهل بيتها، عايزة تلحق تفطر في بيتها، اللي طالب أكل، اللي مراته مستنياه، اللي أبوه وأمه مستنيينه، اللي رايح يزور ناس، اللي عايز يجيب حاجة حلوة قبل ما يروح للناس. فأكيد لو هو عايز يكسر صيامه هيبقى عامل حسابه. ده غير إن في ناس كتيرة كمان بتبقى عاملة حسابها إنها نازلة متأخر، فبيبقى معاه في العربية إزازة مية، كيس تمر صغير، لكن مش لازم تحت أي ظرف من الظروف عربية معدية فأنت تروح نشرب التمرة في عينه وشه، ممكن يعمل حادثه. مش لازم تقف قدام العربيه، ممكن يكون سرحان عنده مثلا السكر قليل لانه صايم، مفيش سكر في دمه، فهو التركيز اقل حاجه في الدنيا، فتخيل وانت بتقف ما خدش باله راح خبطك، لبست الراجل، انت خدت ثواب ان انت افطرت صائم وهو خد ثواب ان هو شالك بالعربيه، او الفرامل ما مسكتش
او اي حاجه، مستحيل اي حد يلاقي واحد قدامه ويبقى ضامن 100% ان هو هيعرف يعدي. الاعمال بالنيات، انت بتاخد نيه وثواب كبير جدا وعظيم، اجرك من عند ربنا. مجرد ان انت تنزل من بيتك في طريق رايح عشان توزع فيه اكل على ناس عشان تكسر صيامها، فانت خدت الثواب، خدت النيه. الكلام ده مش كلامي يعني، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الشيوخ قالوا ان انت لما بتكون ناوي تعمل خير ربنا بيكتب لك الحسنه دي من غير ما تنفذ اللي انت ناويه، لكن لو ناوي تعمل شر ربنا ما بيكتبلكش السيئه غير لما بتنفذها، ده من كرم ربنا علينا. فالموضوع بسيط، انوي ونزل الاكل والشرب ووزع على اهل حتتك والجيره والاحباب، بس راعي الناس اللي في الشارع. وممكن حد على فكره يكون عنده سكر فما يقدرش يفطر على المشروبات دي، محتاج يكسر صيامه بميه، فما تحسش ان هو بيتعالى عليك او ان هو مش عايز حاجه منك او مش وبيعاملك بطريقه مش كويسه، الله اعلم بظروف الناس. وبرضو الناس اللي سايقه لازم تراعي ان الناس اللي في الشارع دي ما فطرتش واجله افطارها كسرت صيامها وواقفه عشان تدي للناس مساعده وتكسر صيام الناس اللي موجودين. اه بنيه الثواب، بس اللي بنيه قلبه نظيف بيبقى عايز الثواب عشان يساعد الناس. فنساع بعض ونراعي بعض، كل سنه واحنا طيبين، رمضان كريم، وربنا يخلي اللي بيساعد وربنا يخلي اللي بيتقبل المساعده بصدر رحب. وزي ما قلت لحضراتكم احنا بنهرج، بس مش لازم النشان دي والنبله بتاعت الله يرحمه محمود الجندي، صلاة ما تطفش طفشان تضرب النبله كده تيجي في وشه على طول، البلح هتخش تخزق له عينه على طول طلقه، مش لازم. وطبعا كوبايات المايه، ياما اتدلع علينا كوبايات مايه وعصير جوه العربيه وقت الفطار. اتفضل يا باشا كل سنه وانت طيب، تلاقي كلها نزلت على رجلك، ركبتك هي اللي كسرت صيامها مش بقك. مهم، زي ما قلنا الموضوع مش اختراع مصري، فبالتالي لو بصينا حوالينا ممكن نلاقي طريقه مناسبه، زي ما بيحصل مثلا في المملكه العربيه السعوديه، ان المتطوعين هناك بيعملوا خيمه جميله قريبه من الطريق بيستقبلوا فيها الصائمين ووزعوا عليهم التمر والوجبات، حاجه كده زي موايد الرحمن اللي عندنا في مصر وفي القاهره. زي ما قال اكاونت باسم نمر بن برغش على تويتر: اصاله عن نفسي ونيابه عن اخواني اهالي هجرة القلطة، أبارك لكم دخول شهر رمضان المبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونذكركم ونذكر إخواني المسافرين بوجود إفطار صائم على الطريق الدولي بهجرة القلط ومكان مخصص للعوائل، شاركونا الأجر جزاكم الله كل خير. والطريقة دي ممكن تكون أمان أكتر من محاولة الوقوف في نص الطريق، خصوصا أنها خطر على الكل زي ما قلنا لحضراتكم، ودي أشبه طبعا بموائد الرحمن اللي بتكون موجودة عندنا في كل حتة في محافظات الجمهورية. بس طبعا زي ما احنا متعودين مفيش حاجة بتعدي على المصريين إما إلا لما بيكون ليها جانب ساخر أو تريقة أو نكتة، زي الكوميك مثلا اللي نشرته صفحة الموكوسين فقط، قالت هتقف تاخد مني بلحة بما يرضي الله وابقى افطرت صائم، ولا احدفه عليك بما لا يرضي الله وتشتمني وابقى افطرت صائم برضه. اما علاء الدين هادي فنشر كوميك وعلق عليه وقال: كله يخلي باله، عايزك تركز يا بطل، اول ما العربيه تقرب منك ارزعه بكيس البلح صفي له عينه. كل سنه واحنا طيبين، رمضان كريم علينا ويعيد علينا الايام دايما بخير، ونبقى واقفين جنب بعض. وفعلا دي عمايل خير بنشكر عليها كل الناس اللي بتحاول تساعد بعض. فاصل قصير جدا ونرجع لكم نكمل معاكم اونلاين. استنوا اهلا بيكم مره ثانيه، وزي ما قلت لحضراتكم مكملين معاكم اونلاين، وقلنا اونلاين في شهر رمضان هو رمضاني جدا، احنا مركزين على مواضيع رمضان اكتر. طبعا اتكلمنا عن عادات المصريين في الفقره الاولى وفي الجزء الاول من البرنامج، لكن الجزء الثاني عايزين نتكلم برضو على عادات المصريين، بس عاده مختلفه شويه اللي هي المسلسلات. احنا طبعا عندنا مخزون ثقافي وفني رائع من بدايه التلفزيون المصري وقبلها الاذاعه المصريه في فكره انتاج محتوى فني مصري جدا 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 شبهنا
من الإذاعة في الراديو والإذاعة في التلفزيون، فوازير على ألف ليلة وليلة، على مسلسلات، على برامج رياضية، على مسابقات، على المسحراتي، على نور الخي، كل الحاجات اللطيفة جدا اللي احنا متربيين عليها، وصوت النقشبندي وقت الفطار، وإذاعة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم، حتى كتير من الدول العربية متربيين على صوت الشيوخ المصريين في الابتهالات والتواشيح، ومتربيين على المسلسلات المصرية، ومتربيين على البرامج الإذاعية المصرية. كل الحاجات دي هي القوة الناعمة الحقيقية لمصر، اللي مصر فعلا تبقى واقف في أي بلد عربي وتتكلم بلسانك المصري، العامية المصرية، هتلاقي كل الناس بتفهمك. ليه؟ لأن في فن مصري وصل لكل الناس دي. وأكتر موسم مزدهر فيه طبعا هو موسم رمضان. مسلسلات، كلنا نفتكر المسلسلات العظيمة اللي في تاريخ مصر، مش هقول أي اسم مسلسل لأن مش عايز أنسى مسلسل واحد من المسلسلات الكبيرة، وفوازير وألف ليلة وليلة اللي اتعملت، بتبقى في السيزون الرمضاني، موسم الرمضاني، بنبقى قاعدين مستنيينها من سنة لسنة. خلينا نتكلم أكتر دلوقتي في الفقرة دي عن المسلسلات في رمضان، مسلسلات رمضان السنة دي. بس قبل ما اتكلم معاكم عن المسلسلات، عايز اتكلم معاكم على ابلكيشن جديدة تقدروا تستخدموها تتفرجوا من خلالها على المسلسلات. من يومين اطلقت مجموعة اعلام المصريين ابلكيشن جديد، اب، تطبيق اسمه واتشت. الابلكيشن ده هدفه هو اتاحة الفرصة لمشاهدة جميع المسلسلات اللي بتنتجها المجموعة على مجموعة قنوات اعلام المصريين، سواء كانت سي بي سي، دي ام سي، الحياة، وان تي في. الابلكيشن دي لغاية النهاردة من اول يوم رمضان اتعمل له داونلود تقريبا 10,000 مرة، 10,000 يوزر عملوا داونلود لابلكيشن واتشت من على جوجل بلاي اللي على نظام الاندرويد، كل التليفونات الاندرويد، ونفس الكلام برضو تقريبا نفس العدد كان على الابل ستور، التليفونات اللي شغالة بالاي او اس. الابلكيشن ده ايه فايدته؟ الابلكيشن ده بيوفر بشكل حصري محتوى فني درامي لكل الجمهور، مسلسلات وغيره من الانتاج الفني، من خلال اشتراكات شهرية ونصف سنوية وسنوية عن طريق الكريدت كارد بتاع حضرتك. وكمان اول اسبوع في الابليكيشن بيكون ببلاش، تقدر تخش تحط اليوزر نيم والباسورد وتحط التفاصيل بتاعتك وتشترك في واتشت عشان تقدر تتفرج على المسلسلات بدون اعلانات، بدون تقطيع، وفي نفس الوقت الناس اللي وقتها ما بيسمحش انها تشوفها على التلفزيون تقدر تشوفها على الابليكيشن. ودي جزء كمان من حماية الملكية الفكرية، لان بكل تأكيد الناس اللي كانت بتنزل المسلسلات وبتحطها على اليوتيوب ده بيضيع لصناع العمل حقهم، يعني زي ما بنشوف مثلا برا مع الفارق بكل تأكيد، لان ده مشروع لسه في بدايته واحنا لسه في مصر سوق الديجيتال بيبتدي. نتفليكس مثلا بتحافظ على افلامها، ما تقدرش تلاقي كل افلام نتفليكس او اي حاجة من افلام نتفليكس موجودة على الانترنت. عندنا موقع او اتنين مصريين مشهورين جدا جدا عليهم افلام كتير، بس ده اسمه يعني قرصنة بمعنى او باخر. ده ما يمنعش ان انا شخصيا شفت افلام على المواقع دي، مش هقدر انكر كلنا عملنا ده، بس في حفاظ على الملكيه الفكريه. افلام نتفليكس مش هتلاقيها، الافلام اللي بتنتج يعني مثلا الناس بتتفرج على جيم اوف ثرونز صعب جدا تلاقيها على الانترنت، بتقعد تدور على حلقه كتير جدا، والناس بتكتب على السوشيال ميديا فين الحلقه بتاعت يا جماعه جيم اوف ثرونز، ويفضلوا يدوروا واللينك يتقفل والداونلود من لينك تاني، عشان اتش بي او الشركه المنتجه لجيم اوف ثرونز محافظه على ملكيتها الفكريه، شغلها ما بينزلش على النت غير من خلال الابلكيشن بتاعها او الويب سايت بتاعها اللي ممكن يكون من خلال الفلوس. نتفليكس نفسها بتنتج افلام سينمائيه ضخمه كبيره وما تنزلش السينما، بتنزل على الانترنت بس على الابلكيشن بتاعتهم، ابلكيشن نتفليكس. ده سوق جديد على السوق المصريه، او فكره جديده على السوق المصريه، هي مش فكره جديده في العالم، لا هي فكره موجوده بقالها فتره بس هي جديده، وتطبيقها في السوق المصري جديد، ابلكيشن واتشت. مع الوقت هتتطور بكل تاكيد زي اي حاجه في الدنيا ما بتبتدي، يعني احنا ما بننزلش من بطن امهاتنا بنجري، بنزحف بعد كده بنقوم نقف بعدين بنمشي، فخطوه بخطوه بتهيألي سوق الديجيتال في مصر هيكبر جدا. واكبر مثال على ده الناس اللي شغاله على الديجيتال دلوقتي، اللي بيعملوا افلام ومسلسلات، اللي بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا، اللي بيعملوا برامج، في ناس بتعمل شانلز او محطات تلفزيونيه كامله على اليوتيوب وبتكسب منها فلوس كتيره جدا جدا. فده جزء من حمايه الملكيه الفكريه في اتجاه، وجزء تاني من فتح سوق جديد فني للناس اللي شغاله على الاعمال الفنيه. يعني ممكن تلاقي في يوم من الايام يا جماعه في مسلسل انتاج مجموعه اعلام المصريين نازل على واتشت، مش هينزل على اي قناه من القنوات، هينزل على واتشت، اللي عايز يتفرج على المسلسل ده لازم يكون مشترك في واتشت.
وساعتها لو المسلسل بيلاقي قبول عند حضرتك هتشترك فيه. المنصة دي او الابليكيشن دي او البلاتفورم دي هي اسمها واتشر، هتلاقوها على جوجل بلاي او على الاب ستور، تقدروا تعملوا لها داونلود عشان تشوفوا كل مسلسلات رمضان انتاج مجموعة اعلام المصريين على المحطات اللي خاصة بيها اللي منها سي بي سي بكل تأكيد، كلها هتبقى موجودة هنا وبكل تأكيد مش هتبقى موجودة على اليوتيوب، ده المجال الوحيد يا اما تشوفها على شاشة سي بي سي او تشوفها من خلال واتشت. نتكلم بقى على المسلسلات اللي موجودة في رمضان السنة دي. بمناسبة الكلام عن دراما رمضان، ضجة كبيرة عملها مسلسل احنا اخترنا ان احنا نتكلم عنه النهاردة، هو لمس كتاف. لمس كتاف اللي بيتذاع على سي بي سي الساعة 11 مساء وسي بي سي دراما ايضا. وقبل عرض اي حلقة من حلقات المسلسل، المسلسل ده تصدر قائمة الترند على جوجل باكتر من 20,000 عملية بحث، اكتر مسلسل الناس عملت عليه سيرش، وده قبل عرض المسلسل زي ما حضراتكم شايفين، مسلسل لمس اكتاف. الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي دراما نشرت قبل يوم من اول حلقات المسلسل فيديو مجمع لابطال المسلسل وهما بيتكلموا عن دورهم في لمس اكتاف، وكان من بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وهاجر الشرنوبي. تعالوا نشوفوا او تعالوا نشوف يعني قلبت اسكندراني، تعالوا نشوف قالوا ايه. نرجع مرة تانية. انت بتقول انك بتطير، طير بقى. لمس اكتاف السنة دي هو دور مختلف تماما عن المسلسلين اللي عملتهم قبل كده، سواء كان ظل الرئيس او رحيم. هي شخصية ادهم، هو كان بطل في المصارعة، الظروف بتحطه في موقف معين كده، موقف هو في حد ذاته موقف نبيل يعني، بس بحياته كلها بتنقلب رأسا على عقب. تركيبة الشخصية لأنها مستفزة بالنسبة لي عايدة، بس هي الشخصية ما حدش يتكلم عنها، هي تشوفوها كده مفاجأة. ايه نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ لو كنتوا نسيتوا نفسكم انا هعرفكم من هي عايزه الحناوي. اكتر حاجات اللي محبباني في الشخصيه دي انها من لحم ودم قوي، يعني انا ما بحبش الشخصيات ايه شريره طيبه شقيه، انا بحس ان احنا كلنا ميكس ما بين الحاجات دي، فهي فيها جوانب شرسه جدا وجوانب وديعه وحنونه قوي، فانا عجبني الشيء المحير ده. يعني انت قلت مع شحاته عشان تيجي تقعد قدامي كده تقولي ان في حد من رجالتي بيلعب من ورا ظهري، صح؟ وانت بقى بتقدم لي ايه اكتر من اللي بيقدموه رجالتي عشان عاملك احسن منهم يا دكتور زيدان؟ حمزه شخص كان عايش حياته بطريقه، وبعدين حياته دي اتقلبت كلها وهو يمكن في الجامعه قبل المسلسل يعني، وبعدين اتجه للعالم اللي كان خافي عنه بعد ما ابوه دخل السجن وتوفى وبتاع، وبيشتغل في كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبيزنس سواء قانوني او مش قانوني. هو انا محبوسه هنا ولا حاجه؟ مين اللي قال كده يا بت؟ بس الاصول انك تقولي للناس اللي انت عايشه معهم انك ماشي. صدفه دور صعب وفعلا صعب ان انت تلاقيه، وانا عملته من قلبي قوي وحبيتها وتعاطفت معاها وحاجات كتير يعني، مع كل صعود وهبوط في الشخصيه. وبقول برضو ان اللي بيبقى من القلب بيوصل للقلب. الكواليس انا شربات وسكر ومسخره ولازم افصل عنهم لحظات عشان اعرف اركز، لان خطر. اولا ايمان صاحبتي جدا، ياسر صاحبي جدا، فتحي صاحبي، استاذ حسين صاحبي، في كارثة. حتى هاجر الشرنوبي اللي علاقتي بيها في المسلسل بشعة، هي أختي وحبيبتي وصاحبتي عز يعني. كل الشخصيات طبعا اللي أنا هتلاقوني بكرههم في المسلسل هم صحابي وقاعدين مع بعض وبناكل سوا، فبيبقى صعب جدا يعني قبل ما أدخل المشهد لازم أفصل عنهم شوية، وإلا هتحسي إن إحنا رايحين الملاهي. إن شاء الله يعجبكم حمزة، واتمنى انه رمضان يبقى شهر خير وبركه علينا كلنا. استنوا شخصيه عايده في مسلسل لمس اكتاف على السي بي سي، يا رب تعجبكم. اما الاكونت الرسمي لقناه سي بي سي على تويتر فعمل تويته عن مسلسل لمس اكتاف، قال فيها الرساله وصلت: استنوا مسلسل لمس اكتاف حصريا على سي بي سي ايجيبت في رمضان، احنا سي بي سي.
برضو قبل ساعات من عرض اول حلقات مسلسل لمس كتاف نشرت الفنانه حنان مطاوع اللي بتقدم دور رئيسي في المسلسل زي ما شفنا مع حضراتكم نشرت البوستر الجماعي لابطال المسلسل وقالت لمسه كتاف يا رب. كمان الفنان اسامه الهادي واللي بيشارك في المسلسل كتب على اكونت رسمي على تويتر وقال الحلقه الاولى النهارده الساعه 11 ان شاء الله على سي بي سي هستنى رايكم. لمس كتاف اسامه الهادي. اما السيناريست هاني سرحان فقال توكلنا على الله مواعيد عرض مسلسل لمس كتاف الحلقه الاولى الساعه 11 على سي بي سي ايجيبت والهاندل بتاعنا المنشنينج سي بي سي ايجيبت هستنى رايكم. كمان الممثل الشاب محمد عز اللي بيشارك في مسلسل لمس كتاف قال هاشتاج زيدان مسلسل لمس كتاف رمضان 2019 كرمك يا رب وتوفيقك محمد عز. حتى قبل عرض اول حلقات المسلسل كان واضح جدا الاهتمام الكبير بمسلسل لمس كتاف على السوشيال ميديا فبدا كتير يكتبوا عن المسلسل ومواعيد عرضه على سي بي سي زي اميره اللي قالت استنوا النجم ياسر جلال في لمس كتاف حصريا على سي بي سي ايجيبت الليله في الحلقه الاولى. طبعا الكلام ده كان امبارح النهارده الحلقه الثانيه ان شاء الله. ولان ناس كتير جدا كانت بتسال عن مواعيد عرض مسلسل لمس اكتاف زي محمد عزمي اللي قال هو مسلسل لمس اكتاف جاي على قناه ايه؟ يا محمد جاي على قناه سي بي سي عندنا اتفرج عليه او اتفرج عليه على واتشات. عشان كده ناس كتير بدات تكتب تويتات تقول فيها ميعاد عرض المسلسل منهم زياد عبد القادر اللي قال لمس اكتاف الساعه 11 مساء على سي بي سي ده زياد عبد القادر. برضه ولاء حجازي على تويتر قالت انتظروا مسلسل جديد لمس اكتاف حلقه اولى على سي بي سي الساعه 11 مساء يوميا مع الرائعه حنان مطاوع في دور عايده. اما اكاونت باسم سيد يوسف فنشر صوره مرسومه لياسر جلال في هيئه الشخصيه اللي بيلعبها في لمس اكتاف وعلق عليها وقال لمس اكتاف. كمان عمر طلعت نشر صورة تانية رسمها لياسر جلال وقال رسمتي للفنان ياسر جلال يا رب تعجبكم وتعرفوا توصلوها لي عشان توصلوا لمسة اكتاف رمضان 2019 تعرفوا توصلوها عشان توصلوها يعني المهم ان هو رسم صورة حلوة واحنا بنحاول نوصلها لياسر جلال من خلال اونلاين وسي بي سي. على الفيسبوك كمان نشرت صفاء كامل صورة لبوستر لمسة اكتاف وقالت في البوست ورجعنا تاني للعشق كله ياسر جلال مسلسل لمس كتاف. الستات ابتدت تعاكس اللهم اني صايم. ماشي. كمان كيمو كامل نشر صورته مع النجم ياسر جلال خلال كواليس تصوير مشاهد لمس اكتاف زي ما حضراتكم شايفين معانا دي الصوره موجوده مع كيمو كامل. كيمو كامل لمس اكتاف. ناس كتير برضو كانت مهتمه وبتتكلم عن الفورمه بقى الشكل اللي عمله ياسر جلال عشان يستعد للمسلسل اللي ظهر بيها ياسر جلال في تريلر المسلسل ودي اجابته كانت في تويته نشرها الحساب الرسمي لمسلسل لمس كتاف على تويتر زي ما حضراتكم شايفين. التويته قالت شهاده الكابتن زكي احمد الحكم الاولمبي عن تحضير النجم الكبير ياسر جلال لمسلسل لمس كتاف استنوا كمان شويه فيديو التحضير بين النجم ياسر جلال والاسطوره كرم جابر البطل الاولمبي والحكم زكي احمد في السكرين كان بيقول بقى ايه؟ الله اكبر عليك يا نجم النجوم انا شاهد على تعبك وتمسكك بعدم الاستعانه بدوبلير في مباراتك مع الاسطوره كرم جابر وجهزت نفسك في شهور عشان توصل للفورمه العالميه دي ان شاء الله ربنا هيكلل جهدك بالنجاح الباهر. وبعدها رجع تاني الكابتن زكي احمد الحكم الاولمبي في كومنت تاني قال حقيقه كنت بشفق على الاستاذ ياسر من كل المجهود والاخلاص في الاداء تعب ومجهود ومباراه حقيقيه طويله وتحمل للخطفات والسقطات العاليه من اوضاع صعبه جدا في الماتش وكل هذا من اجل احترام الجمهور الذي احبه واحترمه كابتن زكي احمد الحكم الاولمبي. من اصدقاء كمان النجم ياسر جلال كان في كتير سعداء بالمسلسل واثقين من نجاحه زي مثلا اكاونت باسم عمر صحصاح اللي قال ياسر جلال من الصحاب اللي ما تغيروش خالص على مدار 12 سنه صداقه منذ ان كنت طالب صغير في الجامعه بتدرب صحافه عشان كده بحبه جدا وبحترمه عكس ناس تانيه ممكن تكون اتغيرت ومسحت انا ارقام تليفوناتها عشان ما انساش واتصل بيهم. ياسر جلال عامل مسلسل جامد جدا اسمه لمس كتاف لرمضان المقبل للمؤلف هاني سرحان وانتاج سينرجي للمنتج الكبير تامر مرسي واخراج حسين المبناوي او المنباوي ان شاء الله المسلسل يكسر الدنيا بالتوفيق دايما يا صاحبي.
كمان احمد عفيفي على تويتر قال عشرة العمر ابو الرجولة ياسر جلال، مبروك لمسة اكتاف رمضان 2019 مليار مبروك. مش بس ياسر جلال بطل المسلسل، هو اللي خطف اهتمام الجمهور، كتير من ابطال المسلسل كانوا حديث الناس على السوشيال ميديا زي حنان مطوع اللي بتلعب دور عايدة، وعن دورها قالت ميرنا فاضل على تويتر الواضح ان حنان مطوع نزل المرة دي بدور مختلف جدا عن كل الأدوار اللي عملتها قبل كده، وده مش جديد عليها لأنها دايما بتفاجئنا بأدوار مختلفة عن بعضها، ده غير إنها في الحقيقة لما اتعاملت معاها أو لما اتعاملت معاها لقيت إنها إنسانة جميلة بقلبها قوي. وفي يوم عرض المسلسل على شاشة سي بي سي سألت الصفحة الرسمية لمسلسل لمس كتاف على الفيسبوك، سألت الجمهور جاهزين للحلقة الأولى؟ وانتوا بسألكوا بقى انا جاهزين للحلقة التانية؟ بعتولنا قولولنا رأيكم في الحلقة الاولى من لمسة اكتاف، وقولولنا كمان رأيكم في الحلقة التانية النهاردة من لمسة اكتاف. ومعانا كل يوم ان شاء الله هنتكلم عن المسلسلات في رمضان اللي بنعرضها على سي بي سي ورأي حضراتكم فيها، والناس كتبت ايه في البوست والكومنتس والكوميكس اللي بتتعمل والميمز اللي بتتعمل على المسلسلات. دي كانت اخر حاجة معانا في المسلسلات النهاردة. زي ما اتفقت مع حضراتكم ان الحلقات في رمضان بتكون مخصصة لرمضان وللبهجة والفرحة في رمضان والعادات والتقاليد اللي احنا بنستناها من السنة للسنة، بس ما نقدرش تحت اي ظرف من الظروف يكون حدث زي ده حصل وما نتكلمش فيه في وسط العيد اللي احنا فيه، لان الواحد صراحة من ساعة ما سمع الخبر من امبارح وهو مش عارف اتلم على نفسي بصراحة، لان خبر حزين جدا جدا. يعني الحاجة الوحيدة اللي مصبرة الواحد ان ربنا افتكرها في ايام مفترجة زي دي، في اول يوم رمضان، في ليلة تاني يوم رمضان. امبارح ربنا افتكر في اول ساعة من يومنا النهاردة مع الفجر الفنانة محسنة توفيق بهية صاحبة الفن الراقي والادوار اللي اتحفرت في وجدان كل المصريين والعرب. الراحلة محسنة توفيق مواليد 29 ديسمبر 1939، الله يرحمها، ربنا افتكرها امبارح. البقاء لله والبقية في حياتكم وفي حياة كل الناس اللي بتحبها وكل الناس اللي عارفة قيمتها الفنية الكبيرة، علم من أعلام السينما المصرية والدراما المصرية بكل تأكيد. اشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه، منها اسكندرية ليه، الوداع بونابرت، وعلى العصفور اللي خدت منه لقب بهية مصري أمي بهية. من أشهر أعمالها التلفزيونية ليالي الحلمية طبعا، شوارع الخلفية، الوسية، أم كلثوم، وآخر أعمال محسنة توفيق كان مسلسل المرسى والبحار مع يحيى الفخراني، الدكتور يحيى الفخراني بكل تأكيد، سنة 2005. الحقيقة أن خبر وفاتها ورغم أنه كان قريب، يعني زي ما قلت لحضراتكم في الساعات الأولى من صباح اليوم تقريبا الفجر، فجر اليوم الثاني من رمضان، لكن كل الناس دعت ليها بالرحمة والمغفرة وتأثروا برحلها بشكل كبير جدا. آلاف البوستات والتويتات في دقائق قليلة كانت بتتكلم عن محسنة توفيق وقد إيه هي ست جميلة ورا الكاميرا. من أول اللي نعوها كان المخرج محمد العدل اللي قال على الأكاونت بتاعه على فيسبوك البقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون. رحلت بهية، رحلت محسنة توفيق. كمان الفنان محمود البزاوي قال على حسابه الرسمي على تويتر خبر محزن جدا برحيل الأستاذة العظيمة محسنة توفيق. على رأي محسنة توفيق في دور بهية في فيلم العصفور، حصوة في عين اللي ما يقولكوا جاتكوا نيلة، فعلا جاتنا نيلة، ما شبعناش منك كفاية، ألف رحمة ونور عليك يا أستاذة محسنة توفيق. أما الفنانة روجينا فقالت البقاء لله الفنانة العظيمة محسنة توفيق في ذمة الله، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. كمان محسن عز العرب قال محسنة توفيق في ذمة الله، هاشتاج بهية. أما أكاونت باسم محمدوفيتش اللي كان واضح على كلامه التأثر برحلها وقال رحلت الفنانة العظيمة محسنة توفيق صاحبة المقولة الشهيرة على لسان بهية في فيلم العصفور، حصوة في عين اللي ما يقولكوا جاتكوا نيلة، فعلا جاتنا نيلة يا أستاذة، الله يرحمك يا محسنة يا توفيق. كمان شريف حسن قال مع السلامة يا ست محسنة توفيق، حبيبي أخضر وصغير وخايف لا تغير في الغربة ولا أخون العهد ولا الزمن يفاجئني بوعد، آدي قلبي يحكيلي عني وتكلمه حيكلمني
واعرف جرالك ايه بعدي وتعرف انت جرالي ايه. الجوهري قال بهية في ذمة الله محسنة توفيق. ماما أنيسة الفنانة العظيمة الوطنية التقدمية ربنا يرحمها برحمته الواسعة. أما أكاونت آخر باسم نورهان صلاح أو نورجهان صلاح نورجهان صلاح الدين كتبت في بوست على الفيسبوك: توفيت في الدقائق الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الفنانة القديرة محسنة توفيق بعد صراع مع المرض. يذكر أن محسنة توفيق من مواليد 29 ديسمبر سنة 1939 واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه، منها اسكندرية ليه، العصفور، وداع يا بونابرت، ومن أشهر أعمالها التلفزيونية ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسية، وأم كلثوم، وآخر أعمالها محسنة توفيق كان المرسى والبحار مع الدكتور يحيى الفخراني سنة 2005. وآخر ظهور لمحسنة توفيق كان أثناء حضورها لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في شهر فبراير اللي فات، وحرصت على الحضور رغم تمكن المرض منها بشكل واضح. ده بوست نور جيهان صلاح الدين. أما الكاتب محمد عبد الشكور فقال وداعا محسنة توفيق: ومن الذي يستطيع أن ينسى بهية البهية في عالم يوسف شاهين؟ محسنة توفيق إحدى أهم ممثلات السينما والمسرح المصري، وجه طيب ومشاعر دافئة وقدرات عظيمة، تخرجت مثل كثيرين من الموهوبين في كلية الزراعة، منهم على سبيل المثال للحصر عادل إمام، سمير غانم، محمود عبد العزيز، محمد فاضل، صلاح السعدني. شقيقتها هي الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، فضيلة توفيق ذات الصوت الدافئ المعبر والحنون، محسنة التي حصلت على جائزة الدولة التقديرية سنة 2013، لها حضور مكتسح سواء على المسرح أو أمام الكاميرا، تغيب ثم تعود بدور قوي ومميز. شخصية بهية التي ظهرت في فيلم العصفور أصبحت رمزا لمصر القوية الصابرة. تخرج بهية عندما تسمع خطاب تنحي عبد الناصر: لا تهتف باسم أي شخص، فقد تعلن رفضها للهزيمة. لا، هنحارب. رغم أنها ممثلة مسرحية بالأساس، إلا أنها من الممثلات النادرات التي كانت تقدم أداء تعبيري منضبط أمام كاميرا السينما والتلفزيون. لا ترفع صوتها إلا إذا استدعى الموقف، ولا تحرك يدها باستمرار كما يفعل ممثل المسرح. يكفيها أن تنظر بعينيها المتصلة بوجدان يقظ وشديد الحساسية. يكفيها أن تقول وتعبر بصوتها ووجهها. قدمت أعمالا هامة، ولكني أعتقد أنهم لم يستغلوا كل إمكانياتها كممثلة خطيرة ومن طراز فريد. عرفتها أولا من خلال أعمالها التلفزيونية، وكان لها دور رائع في مسلسل هام جدا بعنوان الشوارع الخلفية عن رواية عبد الرحمن الشرقاوي الشهيرة. فيما بعد أثرتنا محسنة توفيق بدور أنيسة بدوي الزهار في ليالي الحلمية، ولعبت الدور بعدها فردوس عبد الحميد فمنحته بصمتها الخاصة. أنيسة أيضا فيها الكثير من شخصية بهية. أذكر أيضا من أدوارها التلفزيونية المميزة دور الملكة تي في مسلسل محمد رسول الله، ودور الجنية الطيبة زوجة الشيطان الشرير في حلقات الكعبة المشرفة، وشخصية الأم في مسلسل الوسية، ودور صفية زغلول في مسلسل أم كلثوم. في السينما بهية هو أشهر أدوارها، ولكن من ينسى دور والدة يحيى في اسكندرية ليه، أو دور هدى في فيلم قلب الليل الهانم المثقفة رمز العقل، أو دور الأم في الوداع يا بونابرت، أو دورها القصير الرائع والمؤثر في فيلم ديل السمكة. أفلام كتير وأدوار كتير جدا للأستاذة محسنة توفيق. بكل تأكيد خبر مفجع ومحزن جدا جدا جدا. البقاء لله، ربنا يفتكرها، افتكرها امبارح، البقاء لله ربنا افتكرها. ربنا يصبرنا ويصبر أهلها ويصبر كل محبيها، باقية في حياتنا كلنا. زي ما تعودنا أو زي ما قلت لحضراتكم مع كل حلقة، هسيب حضراتكم مع ابتهال مصري جميل. معانا النهاردة ابتهال لواحد من الأصوات المصرية الأصيلة، الشيخ المبتهل نصر الدين طبار، واحد من أجمل الابتهالات وأقربها لنفوس المصريين. ابتهال هو الله. سيبكم معايا وأشوفكم في حلقة جديدة من أونلاين بكرة إن شاء الله الساعة 2.
الله رب الوجود رب الوجود رب الوجود ولا معبود إلا سبحانه قد تجلى في تفرده وفي علا وفي نعم عطايا سبحان ذو الكلام الحق رحمته ظل لقدرته سر من أجواه سبحان ذو الجلال الحق رحمته ظل لقدرته سر لنجواه مدبر الفلك الدوار